تتكلمي معاها بل 120 اسلام توفى صباح الخير عضو البلدية النائب أيمن شناتي وقف احتجاجية اليوم مناسبة وعلى ضوء أعمال العنف ضد المعلمين كمان في مدرسة ترشيحة. ما لك أن تقول في هذا اليوم في هذه الوقفة؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. بالواقع احنا نستنكر كل أعمال العنف بكل أشكاله، نجب هاي التصرفات مش مقبولة، وللأسف الشديد صدنا العربي بالفترة الأخيرة فيه عنف أكثر من اللازم بشكل اللي هو بطل يقدر العقل والإنسان يتقبله. عم نلاحظ إنه في كتير أعمال عنف، حتى مش بس أعمال عنف، إنما بالفترة الأخيرة والأسبوع الأخير عم نشوف كل يوم والتاني صار في عنا قتل، وهاي الشغلات كلها مرفوضة، وإحنا بالجبة إحنا ضد العنف. اليوم كانه كان بالمدارس ولا بالشارع، العنف الجسدي أو العنف الكلامي. اليوم أنا من هون بتوجه لأهل بلدي للوسط العربي كلياته، لو الناس بس بتفكر شوي شو عواقب أي تصرف تصرع موجود كانوا بتصرفوش هاي التصرفات، لأنه كل إشي ممكن ينحل بالكلام. الإنسان أنطى، الإنسان اليوم عنده عقل بيقدر يحكي بيقدر يتكلم، وبالكلام ممكن ينحل كل مشكلة. فمن هون أنا بتوجه لكمان أعضاء البلدية، لرئيس البلدية المنتخب، إنه لازم يكون في أعمال توعية، أعمال فعاليات، لازم يكون في من المدرسة والبلدية كتير فعاليات على مدار السنة بدون استثناء، مش إسا لأنه كان في عنا عمل واحد نعمل مظاهرة، إنما على مدار السنة كلها لازم يكون في فعاليات اللي هي توعي الناس، حتى باشتراك الأهالي كمان، عشان الأهالي يكون في عندها ردع لكل أعمال العنف. شكرا. صباح الخير. معنا النائب والعضو البلدية بمعروف ترشيحة حمد نعيم، على ضوء الأحداث الأخيرة في مدرسة ترشيحة من عنف كلامي وعنف جسدي والعنف بشكل عام في وقت احتجاجي هون خلفك في مدرسة ابتدائية ترشيحة، ما لك أن تقول في هذا الموضوع؟ صباح الخير. إحنا ضد العنف بشكل عام، إحنا ضد العنف كلياته. إحنا جينا وقفنا ساعتين احتجاجيات لدعم للمعلمين، وإحنا مع المعلمين، وإحنا ضد العنف بشكل عام، ضد العنف، وإن شاء الله ما تنعاد هاي الأشياء عندنا في ترشيحة. في بداية عملك في البلدية، هل لك تخطيط أو مشروع لردع هذه الأمور؟ إحنا كقائمة موحدة صرنا قاعدين، وإحنا عندنا برامج ضد العنف، ونفوت هاي البرامج على المدارس، وإن شاء الله رب العالمين إنه ما يصير إلا الخير. وإحنا بس لأشياء اللي بتدعم المعلمين، والمعلمين بالنسبة لنا كأهل أم أبو المعلمين وبصحات المدرسة ما يكونش عنف بتاتا، طبعا رف بات لجميع أنواع العنف. شكرا جميعا. بس البنت صوتها واطي وحابة تقول كلمة، يا ريت كلياتنا نسمعها ونعتبر منها. هيك صوتها عالي، صوتها عالي.
بس يفوتوا الاولاد بتصير عقدة دقيقة. طيب هلا مرة انت قوية بعرف. يلا 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 احكي حبيبتي. ضمني المعلم وفي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. رندا احنا طلاب مدرسة الترشيح الشاملي، اجينا اليوم عشان نوقف حد بالمظاهرة هاي. احنا كتير منحبكم منقدركم منحترمكم لانكم انتو اللي ربيتونا واللي كبرتونا واللي علمتونا. صوت عالي للعنف وشوكن وللتسامح وردن شديد وردن، وعشان هيك حبينا نقدمكم هاي الرسالة. يلا للمعلمين كل معلمة المعلمين قسم على المعلمين بتحترم المعلم وبتقدره وبتعرف تعبه، هاي لحالة بتكفينا. هاي أكبر شهادة وأكبر نشان لإلنا. نتأمل وقفة اليوم بالآخر تكمل لأشياء وبس نجاحات بالتعاون مع بعض، لأنه هاي المدرسة هي مش مدرستنا لحالنا، هاي مدرسة أولاد كل حقهم يفوتوا يقعدوا فيها ويشعروا بأمان، لا يسمعوا صياح ولا يشوفوا مشاهد ومناظر اللي هن مش لازم يشوفوها. وكم بالحري إحنا المعلمين اللي عم نعطي دم قلبنا، فبتخيل مش لازم نشوف بالآخر أشياء تحبطنا، بس أشياء تشجعنا إنه نكمل لقدام. هذا الحكي باسمي وباسم كل معلم، أنا بحكي كمان عن معلمين مدرستي وبمون عن كل معلم آخر، وبدعتي لزميلة المعلمة رندا. حقيقة إنه مش كل يوم إحنا بنوقف هيك وقفات، وممنوع نوقف هيك وقفات، لأنه وقفاتنا لازم تكون دعوة للأشياء المناهضة. كمل بس وقف الجرس. كم مرة بكرر إنه كثير إحنا أنا وزميلتي رندا كمديرات موجودات في أهم مكان في البلد، واللي مش عارف لازم يكون متأكد إنه المدرسة أهم مكان بالبلد، وإذا بدك البلد تنهض لازم المدارس تكون في محل كتير منيح، وكلياتنا شركاء في هذا المحل. إحنا معكم وإنتوا معنا، واللي عم بيصير هو مش إشي عام، خلينا نكون واقعيين. بس هاي الأشياء الصغيرة إحنا مش راح نسكت عنها، لأنه إذا سكتنا عن الصغير بنبطل نقدر نحط حد للكبير. إحنا وإنتوا مع بعض، وأولادنا اللي وقفت وشافت هاي الأشياء واللي شاركت، كان إلنا كثير مهم إنه نسمع كلياتنا اليوم مع بعض إنه العنف لا يقابل بالعنف، واللي الوردة اللي قدموها الأولاد مش عادي. إحنا كمربين وكبيت تربية، وإحنا بنقولكم إنه إحنا من منطلقنا إحنا كمديرات مدارس إحنا بنعرف إنكم منطينا أمان كثير غالي، وإحنا عم بنحافظ عليها. والمعلمين والمعلمات هاي فرصة عن جد أشكركم، لأنه مش مفهوم ضمناً اللي عم بيصير بمدارس ترشيحة. مدارس ترشيحة من أحسن المدارس بكل الدولة، واللي مش عارف بيقدر يفوت على الإنترنت ويفحص وين مدارس ترشيحة. وإحنا مش راضيين حتى في هاي المحلات بدنا الأكثر والأكثر، لأنه إحنا بدنا لأولادنا الأفضل، واللي بده لأولاده الأفضل بده يبدأ من الأشياء الصغيرة. هاي فرصة كمان إني أشكر أنا رجال الدين على وقفتهم المشرفة والدائمة معنا بالمدارس والحوار الدائم. هاي فرصة إني نشكر رجال أولياء الأمور اللي عنا شيء رهيب العمل المشترك معهن، واللي هذا الإشي بنطينا قوة نستمر. أنا بدي أشكر كمان باسمنا كل المندوبين من القوائم المختلفة، وإحنا بنقول شغلة واحدة، المدارس فيش فيها سياسي يا جماعة، سياسي ممنوع تدخل المدارس، وإذا دخلت السياسي مدرسة هدمتها. وإحنا بالعكس إحنا مع كل البرامج اللي نبنيها مع بعض، إحنا مع كل البرامج اللي تبنى من أجل المدرسة، وممنوع يفكر بتاتا مين وشو وإيش.
وباللحظة اللي إحنا بنكون بهذا المحل إحنا رح نرتقي أكتر وأكتر. لجان المعلمين أنا تشكركم عن جد بشكل خاص، لأنه لجان المعلمين كتير متسامحة في كتير مواقف وكتير محلات عم بتصير، سواء من الطلاب أو من الأهل، ورح نستمر لأنه إحنا بيت تربية، ورح نستمر إن نقابل العنف بس بالإشي اللي لازم يكون طبعاً. بمحبة، بتواضع، بتربية للأشياء والقيم اللي هي مخالفة للعنف. فرح نتسامح كلنا مع بعض، وهي قبلة عجبينكم كلياتكم، وشكراً لكم. تسلموا. وأنا بس في ثلاثة معلمين موجودين معنا علمونا كلياتنا، باسمكم كلهم أنا بدي أشكرهم. احترام الكبير بكل محل هو موجود فيه، كمعلم، كمدير، كأهل. اللي بيحترمش معلمه بيحترمش أهله، هذا حسب رأيي أنا. إحنا اليوم هنا عنا صغار بمشاكل صغيرة، بكرة بتصير مشاكل كبيرة وبرجعوا عندكم على بيوتنا هاي المشاكل. إحنا بمجتمع يرفض العنف بتاتاً، الوقفة هاي وقفة احتجاجية ضد العنف بغض النظر من مين طلع وليش إجا وليش اليوم الوقفة، لأنه طفح الكيل، مش عشان صار حدث واحد او اثنين، لانه هذا كان الاشي اللي كسر ظهر الجمل. الاحداث الاخيرة اللي صارت والاحداث اللي عم نسمعها بالمجتمع اللي بتخوف، لقينا انه اجا الوقت انه المعلم يضله يحس بكرامته، المعلم يحب يفوت على المدرسة يعطي، المعلم اللي اليوم ما عنده احترام وما بياخد احترام من طالب ومن اهل يفقد الرغبة في التعليم، بصير يصل على محل الشغل يعني كيف بقولوا بالعربي الدارج بده سلته بلاتين، بده يعمل وظيفته ياخذ معاش ويروح. احنا بدناش نطلع لهذا المحل، لا انا كمديره مدرسه بقبل ولا انتم كاهل بتقبلوا ان المعلم بس يفوت يعمل شغله ويروح. احنا بدنا نشوف تربيه، بدنا نشوف تعليم، وبدنا نشوف دعم من الاهالي بالبيت لرسالتنا. هاي رساله سماويه. احنا صرنا مدراء، صاروا اولادنا شباب، ولحد اليوم استاذي ومعلمتي بشوفهم لحد اليوم استاذ معلمتي وفضلهم على راسي، حتى بغض النظر كانوا اسين مش اسين، فضلهم على راسي من اسا لاموت انا وغيري. هذا بيامنوا مثلي بهذا الاشي. احنا المجتمع بترشيحه، انا حياه الاستاذ غازي الله يرحمه علمني عبراني بصف عاشر الاستاذ غازي، يعني خلصت مدرسي وهو قديش كان الأستاذ غازي الله يرحمه، كان إنسان اللي هو مستقيم، فيش عنده مزح وخوشوش، بس كان يحترمه. إحنا توفى وإحنا نحترمه. أنا لما رحت أعزي، مع احترامي للشيخ واحترامك كبير عندنا شيخ، أنا رحت كمان أعزي لأستاذي، لأنه كل واحد بغض النظر من هو هذا أستاذي، وقالوا من علمني حرفا صرت له عبدا. إحنا بدناش حدا يكون عبيد لإلنا، إحنا بدنا بس احترام بس ولا إشي تاني، بدنا بس يصبحوا علينا، بدنا يلاقونا يخلصوا من عنا يقولوا لنا مرحبا، بدنا يقعدوا عنا بس يسمعوا كلمتنا، لأنه إحنا أباؤهم وأمهاتهم بهاي المدرسة. إحنا أباؤهم وأمهاتهم، وبدنا الأهالي تعرف الرسالة السامية والتعب اللي ملقى على كتاف المعلمين. أنا بدي أضلني أقدر أقول للمعلم اشتغل ويرد علي كيف، لما بعرف إنه الأهل والأولاد عم بيقدروه، بصير عنده رغبة، بصير أقدر أقول له مجبور تعمل، ليك الجائزة المخدها احترام. أما إذا أنا مجبور المعلم يشتغل وبالمقابل أهل بيجوا بهنوء، طالب بيجي بهينه، طالب صغير بيجي بهينه، المعلم بيفقد الرغبة على العمل. وإحنا هذا كنا الآن فيش عنا بجروت، وفيش عنا بدناش كيون مجال من المدرسة، وبدناش جميل في المدرسة، ولكن إحنا هون الأساس اللي بنزرعه، إحنا هون هو اللي بيكملوا فيه بكل المحلات. اللي بيبدأ عنا فيه الولد هون بيكمل فيه وين مكان. وأنا قلت لهم للأولاد كل صف بفوت عليه، كل صف بفوت عليه بقول له اسمعوا حبايبي، تتعود من هون عادات منيحة بتكمل فيها تفسير ختيار، من هون تتعود عادات عاطلة كمان بتكمل فيها تفسير ختيار. فأنا بدي تشدوا على الأولاد وتشدوا على إيدين المدرسة والمعلمين، حتى يطلع من ترشيحة جيل بيرفع الراس، لأنه ترشيحة بتستهلش غير هيك. ترشيحة كل عمره بلد
راقي، بلد محترمة، بلد فيها عايش الفقير والغني مع بعض، المسلم والمسيحي مع بعض، فيش تفرقة لا بدين ولا بعائلة ولا أبدا. وانتو بتعرفوا انه أنا هاي المدرسة من يوم ما فتت، من أول يوم فيها أنا كل ولادي تتعامل نفس الشيء، واللي بيحكي غير هيك بيكون ما عنده ضمير، لأنه اللي عايش هون وبيعرف، في كثير ناس عايشين هون بتقدر تسأله، كل واحد الحسن أقول حسين، فيش تفرقة، هاي كثير مهم يصير. بس بدي أنوه بس بكلمة، وبدي أتوجه هون لأعضاء البلدية اللي كانوا واللي بدهم يكونوا. أول شيء بتمنى لكم التوفيق، وبطلب الجو السياسي، الجو السياسي المدرسة اللي فات على المدرسة اعملوا معروف، بس إذا ممكن سكر الباب. الجو السياسي اللي المدرسة تأثرت فيه كان جو سلبي، احنا ما بدنا هذا الاشي، وانا متأكدة انتو بدكوش. انا كان عندي الاخ حمد والاخ نخلي وفهمتن، انتو اليوم ممثلين كل البلد، وايمن كمان ما شفتوش اليوم كمان بعرف ظروفه، وكمين انتو اليوم بتمثلوا فئات بالبلد. انا بدي كلكن تكونوا قدوة لطلاب مدرستنا بالتآخي والمحبة، وتعملوا كلكم عشان المجتمع الترشحاني، بالذات المدارس بترشيحة، بالذات انا بديش الولد يفوت يفكر حاله انا ربحت بالانتخابات معناته انا يحق لي اتوقع عم علمتي وادفش ابن صفي واخبط فلان. لا، هاي الرسالة بدكم تغرسوها عند ولادكم، انت ربحت عشان انت تاخد الفرصة انك تخدم المجتمع الترشحاني، اخدت الفرصة اليوم عشان تخدم المجتمع الترشحاني اللي هو إلنا كلنا. هاي رسالتي لإلكم، بدكم تحطوا ايدكم بايدنا وبتأمل خير ان شاء الله. تطرقت في الموضوع الأخير، كان دائما هدف في ترشيحها للسياسيين واللي بيشتغلوا في المجتمع ولجان الآباء عدم إقحام السياسي للمدارس، بل يعني اقتلاع إذا في روائح نقتلعها، لأن المدرسة أقدس ما يكون لمجتمعنا، هو البيت الثاني إذا مش البيت الأول لأولادنا، هناك بياخذوا التربية السليمة والصحيحة. أنا بتأمل إن هاي المدرسة تكون المستفيدة الكبيرة من العملية السياسية اللي صارت، إبراز الأعضاء البلدية وعملهم في البلدية من أجل العطاء لهاي المؤسسة اللي هي المدرسة الابتدائية والثانوية، وفيش إلنا غيرهم، فيش إلنا غير ترشيحها، وفيش إلنا غير هذول المدرستين. وهذا الوقت كمان نشكركم أنتم كمديرات، وهي الوقفة اللي صارت اليوم لا شك إن هي عبرت عن شغلتين، مش بس صفتنا وغضبنا على ظواهر العنف اللي صارت اللي لازم نعمل لها حد، وللأسف صار الإشي قريب جدا على يوم المعلم. بس أنا بطلع كمان على الإشي الإيجابي، إن هاي الوقفة كانت تكريم إلكن للمعلمين، إنه البلد أنطت رسالة إن هي وراكن ومعكن، وإحنا كأهالي منضلنا معكن. في دائما شوائب هون وهناك، في دائما تصرفات هون وهناك، بس في سيارة من نهائي بهذا الموضوع، انه على اعضاء البلدية في مهمة جسيمة في هاي البلد، مش بس بالمدارس، بباقي المجالات طبعا. امل كبير انه يكون في توحيد قوى بهاي العملية، من اجل انه احنا نعطي الاحسن والافضل والاكثر. كيف بقولوا كنا نتسلى، بقولوا الناس بتتسلى بالحكي مرات، لا مش تسلاي، الانتخابات يوم وترشيح يوم، هذا إثبات إنه كل الفئات مع بعض، فيش خلافات شخصية، الخلاف هو كيف نفسر مصلحة بلد ومصلحة مدرسة، لا فيش تفسير، التعريف هو تعريف واحد. ولذلك شكرا إليك وللمعلمة رندا الثانوية، وشكرا للموجودين كلهم هون، رجال الدين تجندوا، الرجال اللي بيشتغلوا في المؤسسات الاجتماعية، أعضاء البلدية تجندوا، نخلة النوص بعتذر إنه هو طلع على الأوتيزور مريض وسام دوخي، ولذلك لو إنه ما طلعش طبعاً بده يكون موجود معنا، أستاذ كميل موجود، كلهم موجودين. هذا بس بدل على إشي واحد، إنه إحنا معكم. بتصير غلط مع المرندة، أنا بعرف إنه صعب، بدل ما المعلم ياخد كلمة منيحة ياخد كلمة إطراء، مرات عم بياخد كلمة مش منيحة، وهذا الإشي السلبي. ولكن الشواد لا يدل على السواد العظيم، السواد العظيم بيحترمكم بكل الاحترام، الأهالي تعرف شو وظيفتها. وأخرى مرة للأمام، إحنا كنا مع بعض، شكرا. مش واحد هاي الجبهة وهذيك الجبهة، إحنا جبهة واحدة. شكرا لك.
الكلام الطيب، على الوقفة الحلوة، على التشجيع والمساندة، وأنا بالنسبة لي هذا كان مفهوم ضمنه. يعني ولا مرة كنت أتخيل أن يكون إشي غير هيك. لما حكولي بأول السنة هيك صبتني وعكة صحية، الفاتشين قالوا لي نالك اطلع على التفتيش، بدكي شي هذا اللي إجاك. قلت لي أني مستعدة أتقبل كل إشي، لأني بطلع كل يوم الصبح بمحبة، لأني أهم إشي عندي بالنسبة إلي لما بأشوف عينين ولد فايت ويضحك، وبشوف ولد بحاجة لمحادثة وبشوف فينا إحنا العنوان، هاي وظيفتي مش وظيفة أقعد ورا مكاتب. فبفكر إنه لما إحنا شايفين دورنا بهذا المحل كمدارس، كمدراء، كمعلمين، خوفنا كتير كبير على المجتمع، لأن إحنا جزء من مجتمع اللي عم بمر بعمليات رهيبة من العنف، وعم بنشوف شو أثارها. وأثارها أنا قلت قبل أسبوع باجتماع للمدراء، قلت قتل يارا بلاش كل واحد يتنصل من المسؤوليات، في مسؤولية كبيرة على المدارس فيها، لأنه إحنا بنربي لقيم، وباللحظة اللي إحنا بنفقد القيم إحنا ومنركض بس ورا علامات، إحنا بنفقد الإنسان. فإحنا دورنا هون نربي الإنسان، وتربية الإنسان مش سهلة، مش سهلة أبدا. رجال الدين إلين دور كبير معنا، فهي التربية أكبر منا حتى، وإنتوا الأهل في البيت إلكوا دور كتير كبير. كل واحد فينا عم بربي ابنه لزمان غير زمان، زي ما قال عبد الملك بن مروان، أخاف أن صحيح ومنكر، صحيح زماننا هذا، منكر زمان مضى، ومنكر زمان مضى، صحيح زماننا هذا. فإحنا خايفين نيصل للمنكر يصير صحيح، ونرفض حتى لو كان بقولونا ما أنتم مدارسكم منيحة، ليش لازم أستنى يصير بمدارسنا كيف عم بيصير بالمدارس الثانية عشان أوقف وأقول لا مش مقبول ومرفوض؟ لا، إحنا نرفض العنف، لأنه إحنا بنربي على لغة حوار، على لغة تسامح، على لغة تفهم، على لغة احترام، على لغة إنسانية، وبنآمن أنه كل مكان الإنسان في هذا المحل كل مكان عطاؤه أكتر وأكتر. هاي لأن كل واحد شاف هالواحد بالمية من دوره وكيف بده يعمله، وإذا كلياتنا بدينا نشتغل مع بعض ونحط النقاط ونقسم المسؤوليات علينا ونأخذ الأدوار، بفكر أنه رح نكون بكتير محل مميز. اليوم ترشيحة تستقطب طلاب من كتير بلدان، مش عبثا، مش عبثا. وإذا هاي الطلاب وهاي الأهل بدأ تبدأ تسمع هاي الأمور، إحنا منفقد هذا الاسم الطيب اللي مبنى سنين اشتغلت المعلمين والمدارس لبنت هذا الاسم، ومش رح نقبل إنه هذا الاسم يتزعزع. بالعكس، إحنا لما منفتخر لما بنروح على أي مؤتمرات ترشيحة بالعناوين، سواء في نتائجها في البقروت، سواء في معدل الطلاب اللي بتفوت 5 وحدات فيزياء، سواء بمعدل الطلاب اللي عم بتفوت جامعات، سواء ما يغركوش 90% و100% للمدارس بتوصلها. بالآخر شهادة البقروت شو عم تنصرف؟ بالآخر إحنا كمدراء بهمني الخريج اللي إلي طلع قبل 8 سنين جاي قاعد معاي قدامي وعم بقول لي معلمتي، إحنا كشباب عم بنفكر تركت الهايتك ورجعت على ترشيحة. بقول له ليه؟ بقول لي لأنه إحنا عم بنفكر شو دورنا القيادي اليوم بالبلد لما أنا أرفض إنه البنات والشباب بالليل موجودين في هاي المحلات وهاي المحلات. وإذا أنا بس بدي ضلني أدور على معاشي بالهايتك، باجي كمان 10 سنين أسكن بترشيحة أنا وابني، بلاقيش المحل اللي أنا بدي إياه. وأهم إشي يا جماعة في أي محل نكون فيه إنه نشعر بالأمان. لما إحنا بنقول الطالب بيفوت بأمان ويطلع بأمان، معناته إحنا بدنا المعلم يدخل هو شاعر بالأمان ويطلع هو شاعر بالأمان. بفكر إنه بفكر إنه طلابنا بتعلموا من سلوكياتنا أكتر من حكينا، ودائما أنا بقول من جذوره، لأنه إذا إحنا سمحنا فيه بعدين رح نبطل نقدر نرجعه لورا. وأهم إشي الحوار، وأهم إشي إنه حتى لما بنعاقب نفهم ليه بنعاقب، حتى لما بنعاقب إحنا نفهم ليه بنعاقب. وأنا بقول دائما إيدنا مش خفيفة، إحنا نتصل رقمية، بس في خطوط حمراء بالمدارس ممنوع الواحد يقطعها.
عليها ممنوع، ممنوع احنا نتنازل ولا دقيقه، لانه اذا قطع خط احمر بالمدرسه و750 ولد روحت على البيت وهي عارفه انه انقطع الخط الاحمر، اول سؤال بتسال حالها شو القياده بالمدرسه عملت. واذا احنا انطينا شرعيه لهذا قطع الخط الاحمر، اذا بننطي شرعنه للاولاد لهي التصرفات. عشان هيك مرات ما تلومونا انه احنا بنوصل لهذا المحل، احنا بنوصله بالاخر. اذا احنا رفعنا تليفون ودخلنا شرطه مرات في امور، صدقوني احنا بنجيبها بس لانه بنحبكم، ولانه بنحب اولادنا، ولانه بنحب البلد، ولانه بنعرف انه فيش اي انسان عنيف راضي عن عنفه. هي لحظه غضب بس بعدين لما بيروق، ولا ما شفتش بعدني ولا اي انسان استعمل عنف وبعدين قال انا معي العنف. بعد ما يروق بقول كيف صار معي هيك. فاحنا بدنا كيف صار معي هيك ما تكونش، بدنا محطتين قبل نكون فيها. وعشان هيك انا بكرر انه احنا كمدارس، يمكن انا بالشامله اقل احتياج لميزانيات، ورغم هذا بدنا ميزانيات، لانه احنا المبنى اصلا من البدايه بدنا كتير شغلات في هاي الامور، ولكن مش هذا المحل اللي نحكي فيه. انا شكرا لكم خوات رندا ورندا. بالصدفة طلع انه ابو الجميل ميخا حكى كلمة، انا بتخيل كلمة اللي حكاها بتمثل كل الموجودين. انا شخصيا فيش عندي اضيف عليها ولا انتقص منها، وصف الشغلة بشكل مزبوط. بس غير كلمته ولا كم خير، بدي اقول كم شغلة. اولا علي سؤال، انا بتأمل يكون عندنا قناعة عند الجميع انه مش الشغل اللي صارت امبارح او اول امبارح في المدرسة الابتدائية مع ابن كميل نعيان، ايه الشغل اللي جابتنا نعمل هذا الوقت. انا الجماعة يعني انا شخصيا ساكنين احنا فوق من 78، ما سمعتش مرة لا من عمي ولا من حياة ابوي ولا انا معي كان تكلا شخصية مع حدا من دور النعيم. جيران الطياب، وانا عم بقولها قدامهم بقولها بظهر، جيران الطياب وكل عمرهم ناس مخلصين، وكل عمرنا احنا شعرين حالنا حارة واحدة فوق. الشغلة مش فئة معينة، الشغلة ظاهرة عنف، وكونه صار اليوم هاي الوقفة حلوة يمكن على اثر، بس هي مش مربوطة بالذات بهذا البيت وبالشخص اللي اسمه كميل نعيم. كميل نعيم جارنا وحبيبنا، وانا بتأمل كمان نعرف نلاقي الآلية كيف نحل الموضوع هذا بعد ما نطلع من هذا الاجتماع نكون عشان ينحل ان شاء الله. الشغل الثاني بعد اذنك فوتي منيت، انا المعلمين بيستنوني. لا فتحت انا حياف شغلي لبوريس، مش لانه بنصفي، يمكن كمان لانه بنصفي. احنا مظبوط بعد نتائج الانتخابات عم نقعد مع بعض عم نتفاوض على شغلات نختلف عليها ونوافق عليها. اكيد مش راح نكون مختلفين على اهميه دورنا، قديش ممكن نعطي دعم للمدرسه. مفروض نعمل هذا بشكل تفصيلي اكثر. احنا انا شخصيا بوعدك بالفتره القريبه انه اقعد انا وحمد وايمن ونخلي ومجموعات من حواليهم نلاقي كيف ممكن نأدي دورنا بتعاون معكم وصرف الطاقات بشكل علمي. ل تحكي انت على متوهات وكذا ودنيا، انت بتعرف الموضوع اكثر مني، بس احنا رح يكون عندنا جهوزيه انه على هذا الموضوع نكون متفقين. اوكي. والشغله الثالثه اللي بدي اقولها انه وجود ابونا نبيل وشيخنا ابراهيم هون انا بشوفه بركه، بس اكيد انا ما بشوفه انه المشكله هي مشكله دينيه وممنوع نطلع عليها على الشكل. احنا ارقى من هيك، احنا بنحبكم وانتم عراسنا من فوق وانتم بركتنا، بس الشغله مش شغله دينيه. كثير حلوه قعدتنا كاولاد بلد والمجموعات الموجوده هون والمديرات التنتين، والله يقدم اللي فيه نصيب ولعله خير. شو بقولوا؟ انا شخصيا بعتذر لانه انا عندي شغل، في عندي ناس جاي. اللي انت بدك تقوله بتبقى تقول لي انا وياك بصحة تليفوني اذا بتخيل، او بقعده هيك قاعده باربع فيش حاجه لازم يعني. والله بالابتدائيه بقدر انا اول شيء اشكر الجميع على الشيء الموجود، الكلام كله كلام جميل مش راح اعيد عليه واحكي عليه، كلام بثلج الصدر. المنظر اللي كان برا والوقفة الحلوة كانت وقفة كتير حلوة وممتازة وبتحطنا بمحل كتير منيح. من هاي النقطة من هذا الاجتماع اللي أنا شايف فيه ممثلين من كل المحلات والحكي اللي صار، أنا بقدر أقول وبقدر أطلب طلب
بهاي النقطة حكينا والإشي كان مسجل وموجود وكلنا سمعنا. من بعد هاي النقطة في عنا كتير مشاريع بدنا شغل، بدناش بعد أعداد حكي، بدنا أعداد شغل شغل شغل. والشغل فيه كتير شغلات تنعمل، في مشاريع كتيرة وبدنا فيها مساعدة، بدناش إشي تاني، بدنا مساعدة وقفة صريحة وصادقة من غير مصالح شخصية من غير أي إشي. زي ما حطينا اليوم كل المصالح الشخصية على جنب وهذا الإشي اللي متوقع، بدنا إياه يكمل كمان بعمل البلدي داخل وعمل الأهل داخل وداخل المدرسة وداخل المدرستين، مش بس داخل مدرسة واحدة. في استمرارية لازم تكمل، الاستمرارية مطلوبة مش نوقف، الوقفة هي وقفة خلصت. إسا رجع العمل، إجرينا تمشي وإيدينا تشتغل وعقلنا يفكر. وشكرا لكم. شكرا لك. اللي صار واللي احنا اتفقنا عليه وتقرر انه كيف نستمر في العمل، نحن انا بقول بالإصالة عني وعن الإمام انه نحن ساكنين في ترشيحه ولا ترشيحه، انه اي حدث لا سمح الله مستقبلي في اي مدرسة من المدارس اي حدث يصير كان مشاغبة ولا تهجم ولا غيره، انه احنا نكون في الصورة من الاول قبل ما نوصل نحن لمواقع شوي هي اليوم نحن ننقص منها اللي هي قضية مثلا اليوم نروح نقدم شكاوي وكذا وكذا. الشكوى هي ردع أنا حسب رأيي، هي مش انتقام، الشكوى ردع للمستقبل، المشكلة ممكن تحدث أكبر في المستقبل، هي مش انتقام من إكس أو من واي من المجتمع تبعنا. فنحن أنا حسب رأيي أنا 24 ساعة زميم زي ما قالوا في العبراني، أنا حاضر 24 ساعة، أي إنسان بطلب بالمدرسة في مشكلة نيجي ونجيب الأهل ونحل المشكلة في المدرسة هون، ولكن يكون في من وراها الصدى في المجتمع تبعنا في بلدنا إنه انحلت المشكلة في المدرسة، بس هذا آخر إشي مش معناته إنه تبرد نحلها في المدرسة. أنا أبونا حلمي أكتر من هيك، حلمي قبل ما تصير المشكلة بصيرش. يعني إحنا بنحل المشاكل على طول، أبوي كان يجبرها قبل ما تنكسر، بس أنا بدي كيف بقولوا نقديمة رفع لمكة قبل ما تيجي الهواي ونتبهدل ويصير في مواقف حرجي ما تصل هاي الأشياء، لأن الأهل صاروا واعين ومتفاهمين. هذا هو حلم، إحنا بنتمنى وبنصلي من أي خير على المدرسة، نحكم الهدوء على المدرسة، في أحلام تتحقق اللي الأهالي كمان مع الأولاد مع المعلمين، يكون في فعاليات على مدار السنة كلها اللي توعي الأهالي. واحد الحديث شباب البعض هريم البعدين هريم بالمدرستين، أخ موريس وأخ محمد، الورشات اللي علينا محمد قال نقوم ونبدأ نعمل بالفعل، بيكون في حملات توعية كيف تفضل أستاذ أيمن مع الأهالي، الأهالي يفهموا شو عم بيصير بالمدارس، يفهموا خطورة الأشياء حتى بالآخر هني بالبيت يكملوا الرسالة تبعتنا اللي إحنا عم نعملها، ونفهم يفهموا شو إحنا رسالتنا وين إحنا محلنا. بدي أحكي شغلة صغيرة بس قصة، مرة كان في هاي الوقفة وصل حق المعلمين، إحنا وجدنا نوابونا نبيل الأبو الياس اللي اعتذر يعني كمان عن مجيئة التزامات اليوم، فإحنا إلنا دور بشوف إنه بمعالجة كل هاي المشاكل على مدار السنة. إحنا زي ما تفضل أبونا إنه جاهزين كل الوقت، حتى الولد اللي عنده مشاغبات إحنا مستعدين نقعد معاه ونعالجه، زي كيف البسيخولوج بقعد معاه إحنا مستعدين نضحي من وقتنا مثلا. إحنا بدنا نحاول نزرع القيم الأساسية برضو عند الأولاد. في قصة هيك حدثت مع هاروني رشيد، يعني حتى إنه هو مسؤول بس علم أبنائه، كيف كان الإمام الكسائي هو يعلم أبنائه لا هاروني رشيد، فشاف إشي غريب الخليفة هاروني رشيد إنه أولاده عم بتقاتلوا أجلك الله مين بده يلبس لمعلم الكسائي الحذاء تبعه، فشاف الخليفة هيك بالآخر اتفقوا الأولاد إنه كل واحد يلبسه فردي من الأهل. فبعد ما صار هذا الموقف إجا للإمام الكسائي هارون رشيد بقول له من أعظم الناس؟ قال له مش شايف إنه في أعز من أمير المؤمنين عندنا بالبلاد؟ قال له لا، قال له اللي أعز من أمير المؤمنين هو اللي أبناء أمير المؤمنين بتنافسوا مين بده يلبسوا الحذاء. فإحنا بدنا نزرع هاي القيم إن شاء الله بالأبناء حتى يكون تعليم وتربية أفضل وأفضل. ما بتقصروا إمام شكور شيخ كل العافية الجميع، شكرا كثير شكرا للجميع.